المؤامرة تعني أنه في جهة خارجية بتحاول تخطط لتأثر علينا بشكل سلبي، وبطبيعة الحال هو أصلا السلبية أو الشر هذا، خلينا نحكي عشان اللي بيأتي من نظرية المؤامرة، هو راح يجي ضرورة من تفاعل المخلوقات مع بعضها البعض. فأي واحد عم بدور على مصلحته ممكن يتسوي شغلة، ممكن تكون هاي الشغلة اللي انعملت هي شر نسبي بالنسبة لإلنا. فلازم الدفع، التدافع يصير، لولا دفع الناس بعضهم بعض فسدت الأرض وهدمت صوامع النبيان وصلوات. ممكن احنا نطلع على الشيء يكون هو عبارة عن تدافع طبيعي واحنا بنشوفه مؤامرة، وممكن يكون في نية داخلية على موضوع المؤامرة. لكن ربنا شو حكى في القرآن؟ ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. يعني احنا ما بنقدر ندخل على نوايا الناس ونوايا الجهات الخارجية أبدا. احنا بنقدر نستقرئ من الأحداث اللي بتصير حوالينا، ومن هدول الأحداث اللي بيصيروا حوالينا نحاول نكتشف شو هي المؤامرة اللي عم بتصير علينا. لكن الأساس القرآني إنه إحنا كيف نتعامل مع هذه المؤامرة، وهي بتيجي بموضوع إنه كيف ردود الفعل. ربنا حكى لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بغض النظر شو اللي عم بيصير من الخارج، وإذا كان في نظرية مؤامرة حقيقية ولا ما في نظرية مؤامرة حقيقية، فعلنا الحقيقي لازم أو الصحيح لازم يكون إنه إحنا بدنا نغير حالنا اول شيء. هذه انا بعد بشوفها هي مشكلتنا بالوعي الجمعي، انه احنا تربينا يكون في عنا شماعه نحط عليها مشاكل مثل الشيطان، مثل الجهات الخارجيه. ومع انه الشيطان ممكن يكون شياطين الجن والانس، وممكن يكون شيطان كل واحد فينا داخله. فهي الفكره انه احنا لازم ناخذ مسؤوليه، زي ما عمل سيدنا يونس بطن الحوت حكى لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لازم الانسان اللي فينا يعرف انه هو مسؤول عن تغيير حاله، هاي تغيير القناعه اللي عنده ممكن تغير الأفعال أو الأعمال اللي بين إيديه، واللي بالنتيجة منها ممكن تغير التدافع اللي عم بيصير حواليه.